في جو تاع مناخ تاع اعمال تاع الصدق تاع الاداره تنحي البيروقراطيه تنحي تسييس الفعل الاقتصادي وينبت القمح وينبت الشعير وينبت الخرطار وتنبت المستوره وتنبت الصفصفه وهاو القرط وهاو التبن وهاو الاغنام وهاي الخيرات وتعمر الجزائر بالخير ويعم الخير على الناس كلها وترجع الرفاهيه للناس ويرجع الامل للشباب يلقى الخدمه في الفلاحه يلقاها في الصناعه يلقاها في السياحه يلقاها في التجاره يلقاها في التعامل مع الجهات الاخرين. العار على الدوله اللي ما قامتش بالشان العام باش تفرح الشعب نتاعها ماهوش على الناس المغبونين والمظلومين اللي يتحتموا يديروا شيء احيانا اللي ما يدارش بسبب العوز والضعف والمسيريه اللي عايشها الناس.